روح وأرواح تواحت في الحجاز وفي الشام، سبحان من أسرى بعبده والناس نيام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج بين الناس على قناة الصحة والجمال. طبعا في البداية أحب بس طبعا أقول لكم كل سنة وانتم طيبين، كل عام وانتم بخير يا رب، بثبوت هلال شهر رجب المبارك طبعا، وإن شاء الله هيبدأ بداية شهر رجب من يوم 25/2 إن شاء الله، بكرة بإذن الله يوم الثلاث. ربنا يجعله يا رب الأشهر الحرم أيام خير وبركة علينا جميعا يا رب، ودي بشرة خير إن شاء الله بإذن الله نحن باقي شهرين بأمر الله على شهر رمضان الكريم. ربنا يا رب يجعلنا دايما متجمعين في الخير ويبلغنا شهر رمضان الكريم لا فاقدين ولا مفقودين. النهاردة الحلقة بإذن الله هتبقى تقيلة شوي، هيبقى فيها كذا فقرة، هيبقى فيها في البداية طبعا هيبقى معايا مداخلتين هاتفيتين، والفقرة التانية هنتكلم فيها عن أكتر حاجة موجودة أو مطروحة على السوشيال ميديا خاصة في آخر أحداث 24 ساعة في الشارع المصري. هنتكلم عن المهرجانات والجدل اللي حاصل عليها والحادث عليها. في الفقرة الثالثة أو الفقرة الأخيرة هنتكلم عن سرطان السوشيال ميديا أو سرطان مواقع التواصل الاجتماعي. طيب في البداية بمناسبة طبعا شهر رمضان إنه إن شاء الله خلاص قرب علينا بأمر الله، وإحنا في الأشهر الحرم بتبدأوا تهيئوا نفسكم لاستقبال الأيام المباركة. إزاي تبدأ تهيئ نفسك للعبادة؟ إحنا عارفين طبعا إن في صيام في شهر رجب بأمر الله، الأشهر الحرم من أفضل الشهور اللي ربنا سبحانه وتعالى حرم فيها إزهاق الروح أو إسالة الدم. عايزين بأمر الله نستقبل شهر رجب بالطاعة. إزاي تقدر تواظب على الطاعات في شهر رجب لاستقبال شهر رمضان الكريم؟ كمان في معايا حاجة مهمة جدا عايزة أتكلم فيها بالنسبة لمرضى السكر ومرضى القلب. الناس دي هتقدر تصوم طبعا شهر رمضان، ولكن بيبقى في بعض المحاذير أو بعض المخاوف عليهم من الصيام، هل بيكون ليها تأثير ولا لأ؟ كل الكلام ده هنعرفه طبعا مع ضيفي العزيز صديق البرنامج دكتور حلمي عبد الرؤوف استشاري البطنة العامة والقلب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا بيك، صباح الخير. صباح النور، كل سنة وأنت طيب. أنت بالصحة والسلامة، كل سنة وأنتم طيبين، وقناة الصحة والجمال بخير، وحضرتك بصحة وجمال إن شاء الله. ربنا يبارك فيك يا رب. أنا كنت عايز أسأل بقى بالمناسبة طبعا يعني نحن داخلين على شهر رجب أهو الحمد لله، بكرة إن شاء الله بداية شهر رجب. الصيام طبعا هيبدأ طبعا خاصة لمرضى القلب ومرضى السكر، بيبقى في بعض المحاذير أو بعض المخاوف من الصيام عليهم. أي. ولا ممكن إتاحة الصيام ليهم ما تبقاش تأثر عليهم؟ لا، هو الصيام في حد ذاته ما فيش فيه مشكلة بالنسبة للناس اللي هي الضغط والسكر بتاعهم منتظم، فالصيام بالنسبة لهم ما فيش مشكلة، بس هي المحاذير ان هو طبعا بيحافظ في موضوع بعد الفطار الوجبات ما تبقاش دسمه وتقيله، يعني وجبه خفيفه المتوسط بتاعه، ده اللي سكره كويس وضغطه في المعقول يعني. اما الناس اللي سكرهم مرتفع او ما بيستجيبش مثلا مع الانسولين وكده، ده بيبقى حالات يعني يباح فيها لو الحاله مش هيقدر يواصل للصيام فترات طويله. يعني لو بيتعب واحنا بنقول ان هو في تأثير عليه مباح له طبعا ان هو يفطر يعني. ايوه، طبعا لو السكر عالي ومش مستجيب مثلا وياخد انسولين كل 12 ساعه ولا حاجه، فهيبقى صعب ان هو ممكن يخش في مضاعفات. في الحاله دي بنقول افطر وربنا يتقبل منك ان شاء الله، لانك دي ظروف غصب عنك. طيب يا دكتور، في بعض الاغذيه اللي بتظبط السكر شويه، نسبه السكر في الدم؟ ايوه، الاول الوجبات العاديه ما فيش يعني اجزاء معينه، بس هي الوجبات العاديه بيبعد عن السكريات والنشويات والحاجات ديت، ووجبه بتبقى طبيعيه مثلا الخبز بيبقى قليل شويه مثلا نص رغيف او ربع رغيف، مع سلطة الخضار دي أهم حاجة بالنسبة لهم في الخضار. سلطة الخضار أهم حاجة، دي وجبة أساسية، سلطة الخضار ده يبدأ بيه، فده هيساعده، وفي نفس الوقت كويسة موضوع يعني الأكل بتاعه يبقى ما يكترش من الوجبة نفسها يعني.
طيب تمام يا دكتور. طب في سؤال تاني برضو بالنسبة في يعني فترة بسيطة كده بدأ يتداولوا كده شائعة إن بعض أنواع المضادات الحيوية بيكون ليها تأثير سلبي على الكبد. هو يعني للاسف يعني معظم المضادات الحيويه لها تاثير على فعلا يعني، بس الاسراف منها او اللي بياخدها بسرعه يعني مش منتظمه او بسرعه يعني على طول بتتصرف يعني مش طبيعيه، فطبعا ده يبقى اي مضاد حيوي له مضاعفات، بس من باب الاحتياط الواحد بقدر الامكان بيتجنب وياخد عند الضروره بالنسبه للمضاعفات يعني. يعني بيبقى ليها تأثير، ولكن لو تم تقنين استخدامها يعني مش مستمرة يعني. من الضروره وبيبقى حاجات معينه، ما انما الشائع بقى ان شويه برد بياخد مضاد شويه مش عارف صداع، طبعا ده غلط، الواحد بيتقنن في الحاجات ديت وياخد للضروره وحاجات معينه، مش اي حاجه الواحد ياخد منها كده من الصيدلية، لازم عن طريق الدكتور وبيحدد ويشوف الحاله تستدعي ايه والمضاد الحيوي المناسب بقى افضل بخلاف يبقى عن طريق الصيدليه او المحلات اللي هي ايوه فعلا، في بعض الناس اي شويه برد اي التهاب في الحلق ياخد مضاد حيوي منه لنفسه. ايوه دي مشكله كبيره، فطبعا هو الافضل الواحد يستشير الطبيب والدكتور بيبقى عارف المضاد المناسب له والحاجه اللي تقدر تاثر عليه، لان المضادات في حاجات لها تاثيرات معينه على الجهاز الهضمي على الكبد على الواحد بقدر الامكان بيتحرر بدقه في الاختيار نفسه، وطبعا عن طريق الطبيب المعالج افضل يعني. تمام يا دكتور. طبعا احنا طيب من مستمتعين بمداخلتك لينا، بتفيدنا طبعا الله في يبارك فيك، الطب. ربنا أهلا يبارك وسهلا، فيك يا رب، وكل عام وانت بخير يا رب. أنتم بالصحة والسلامة، وإحنا سعداء باتصالكم في أي وقت، تشرفونا، أهلا بكم وكل سنة وأنتم طيبين، وانت طيب يا دكتور. والشعب المصري بخير إن شاء الله كده، والدنيا تبقى كويسة، ورمضان ربنا يعيننا الجميع على الصيام إن شاء الله. ان شاء الله. شكرا جدا يا دكتور حلمي عبد الرؤوف، استشاري البطن العامة والقلب. طيب بمناسبة برضو ان احنا بنتكلم عن احنا في ايام مفترجة، وان شاء الله بقي اقل من شهرين على ان شاء الله استقبال الشهر العظيم شهر رمضان الكريم. موافق شهر رمضان بأمر الله هيبقى بعديه مباشرة امتحانات الثانوية العامة تقريبا، يعني في الرينج هتبقى ابتداء من 7 يونيو تقريبا الجدول، يعني في بشائر او توقعات اولية ان هيتم طبعا بداية امتحانات الثانوية العامة 7/6 بإذن الله. طيب بالنسبة لطلبة الثانوية العامة في الفترة دي طبعا بيبدأ تلخيص المنهج، أو زي ما بنقول كده تجميعة السنة كلها بتبقى موجودة في الفترة الخاصة في شهر رمضان الكريم. إزاي الطلبة تعمل موازنة بين المذاكرة، وإزاي يقدر برضو يوفر طاقته ومجهوده عشان المذاكرة وعشان الصيام وعشان العبادة، وإحنا عارفين طبعا إن شهر رمضان بأمر الله اليوم بيبقى قصير بداية من الفطار لغاية السحور، وكمان عايز يقيم العبادات ويقيم الشعائر طبعا، وده شيء مهم جدا. يا ريت، أنا بس بناشد الأمهات ما نجيش في شهر رمضان ونقول لأولادنا لا افطر عشان انت خلاص داخل على امتحانات، لا مثلا ممكن ما تصومش النهاردة، لا وفر مثلا مجهودك ما تنزلش تصلي التراويح صليها في البيت. بلاش بلاش، بالعكس، هو كل ما واظب على العبادة أو الصلاة والصيام ده بيديله حافز أو دافع نفسي أكتر لاستقبال الامتحانات، سكينة وطمأنينة لاستقبال توتر الامتحانات. ما توتروش ولادكوا زيادة عن اللزوم. إزاي بقى تقدر الأم تعمل موازنة لابنها بين المذاكرة وبين تحمل الصيام؟ كل ده هنعرفه بإذن الله من الأستاذة كاميليا محمد حسن، طبعا هي وكيلة وزارة تربية وتعليم بالمعاش، هي معانا ان شاء الله على الخط. الو، ايوه، السلام عليكم، ازيك يا استاذة؟ عليكم السلام، اهلا اهلا، كل سنة ازيك وانت يا دكتورة طيبة. هبة؟ انت طيبة، ازيك يا دكتورة هبة؟ الحمد لله نحمد الله. طبعا لسه كنت بقول للساده المشاهدين ان احنا ان شاء الله في ايام مفترجه وخلاص قربنا على استقبال شهر رمضان الكريم. بالنسبه ازاي الام في شهر رمضان او في اوائل او اخر شهر رمضان الكريم تعمل موازنه للطالب او لابنها بين المذاكره وتجميعه المنهج والضغوط النفسيه وبين الصيام؟ والله يا دكتوره هيبقى اهم حاجه في اسر اللي لهم أبناء في الثانوية العامة في ظروف الصيام
والامتحانات بتاعتهم عقب انتهاء شهر رمضان مباشرة عليهم، بتنظيم المذاكرة، بالتهدئة، بتنظيم الأكل أيضا، بالمواظبة على الصلاة. ثانيا الدروس ما تكونش بقى بكثرة بحيث تضيع وقت الطالب، فعلا لابد من فعلا مهمة التقنين. جدا النقطة دي. لابد من التقنين في الدروس، وبالذات قبل الامتحانات، الأيام الأخيرة اللي هي قبل الامتحانات دي مهمة جدا. وبعدين تقليل عدد الساعات المذاكرة، لأن دي أصبحت مراجعة نهائية للمواد، صح، فما تجميعة السنة ينفعش بقى خلاص، يعني هو بدأ يجمع بقى. بالظبط، ما ينفعش بقى إنه في أول السنة أو في أول الترم كان بيذاكر 6 ساعات تبقى نفس ال6 ساعات اللي هي قبل الامتحانات. لا، لازم تكون أقل حتى يستوعب ما يقول أو ما يعيه من المادة. يعني عشان تقدر لأن المعلومة زي ما نقول كده تثبت شوية في دماغه، فأهم بالظبط حاجة إن احنا نعمله تهدئة للأعصاب ونقلل طبعا عدد ساعات التهدئة، المذاكرة في رمضان. التهدئة مهمة جدا من قبل الآباء للأبناء، وبالذات طلاب الثانوية العامة، لأن الطالب ممكن يكون مذاكر 100% ولكن أعصابه والارتباك اللي من قبل أسرته بأنه لابد إنه يكون طبيب، لابد إنه يكون مهندس، لابد ولابد، فبتضيع الدنيا الارتباك وشد الأعصاب. فبالتالي على الأسر أن تهدئ من روعة كلمة ثانوية عامة، عشان الطالب يحس إنها سنة زي أي سنة، كل ما في الموضوع إن هو يجتهد حتى يحقق ما يريد من دخول أي كلية هو يرغبها، وليس بالضغط من أهله إن هو لازم يدخل كده. ممكن يدخل كلية أهله عايزينها هو مش عايزها، فمش هينجح فيها. والله يا لكن أستاذة، الضغوط النفسية للطلبة من قبل الأهالي بتولد عند الطالب أو الطالبة شحنات سلبية. ممكن في بعض الطلاب بعد امتحان الثانوية العامة لو معرفش يحل، في بعض الطلبة بتنتحر بسبب الضغط النفسي. بسبب الضغط النفسي، يعني انا اعرف طالبات وطلاب كتير يطلعوا من الامتحان في ماده ما محلوش او حلوا نص نص، خايفين يرجعوا على البيوت بسبب صح، ما يلقوه من اهاليهم من صرامه في التعامل وشده وعنف، فبالتالي بيحس ان هو كده يعني اذنب في حق نفسه وفي حق اسرته بان هو ما اجتهدش، او علما بانه ممكن يكون ذاكر كويس ولكن من الضغط العصبي اللي من الاسره هو اللي بيكون طبعا سبب في ارتباكه وفي عدم تحصيله اللي هو كان طول السنه بيذاكره. اهم حاجه هي الفتره الاخيره من اللي هي قبل الامتحانات دي، بقى التحصيل فيها مهم جدا، مع التنظيم، مع الاستيعاب الجيد، مع تمام. الراحة النفسية من قبل الأسر تجاه أبنائهم، فبالتالي هيكونوا موفقين إن شاء الله إن شاء ويدخلوا الله الكليات اللي هم عايزينها. إن شاء الله. أنا بشكرك طبعا أستاذة كاميليا وكيلة وزارة التربية والتعليم. طبعا دايما بننصح السادة المشاهدين من خلال حضرتك إن هم يهدوا شوية على أولادهم، يستقبلوا الامتحانات بصدر رحب. مش كل حاجة في الدنيا هي كلية طب ولا كلية هندسة، بالعكس هو ممكن أولادهم يفلحوا زي ما بنقول كده بالعامية في كلية هو بيحبها. طبعا الأستاذة كاميليا قفلت معانا، طبعا كل سنة وهي طيبة طبعا، ويا رب يجعله عام سعيد عليها وعلينا جميعا. يا جماعة اهدوا شوية على أولادكم، بلاش الضغط النفسي اللي بيولد شحنات سلبية عند الطالب، وبيخليه لا هو عارف يذاكر ولا، يعني هو بيبقى داخل عنده رهبة، رهبة من الامتحان ورهبة من بعد الامتحان ورهبة من مواجهة أهله. كل الكلام ده بيبقى حاطه في دماغه على طفل، ده طفل يعتبر لسه في القانون 16 15 سنة، ده طفل مش هيقدر يستحمل كل الضغوط النفسية دي. طيب هنبدأ بقى نخش في فقرتنا التانية النهاردة بإذن الله. الجدل اللي حاصل على الساحة من قبل طبعا نقول الشباب، نقول الجيل اللي طالع مستقبل بلدنا مستقبل الوطن. الشباب حصل جدال بعد طبعا قرار الفنان هاني شاكر بوقف مغني المهرجانات طبعا واغاني المهرجانات. ليه طبعا هنتكلم وهنناقش الموضوع ده طبعا، لانه لقى بجد فعلا في انحدار في مستوى الذوق العام والاخلاق
انا مش عارفه ايه اللي حصل اصلا. يعني دلوقتي انا بقيت الاحظ في الافراح ان الامهات فرحانه جدا ان بناتها بينزلوا زي ما بنقول كده بيرقصوا رقص مهرجانات، وبتبقى واقفه مصوره بنتها فخوره بيها كأن بنتها دي بقت عالمه، يعني حصلت على جائزه نوبل. انا مش عارفه بجد صحيح هي في دماغها ايه لما تشوف بنتها بالمنظر ده او لما يشوف ابنه بالمنظر ده. هنطلع بس عشان ما تظلموش كل الشباب او الجيل اللي طالع، ان شاء الله باذن الله هيبقى معايا فيديو هتسمعوه وتسمعوا اراء الشباب، ونرجع نكمل كلامنا. مساء الخير، ازيكم؟ انتوا طلبه سنه كام بقى؟ فرقه تانية، كليه زراعه قمه زقازيق. تمام. طب انا عايز اسالكم النهارده بس، انتوا مع ولا ضد قرار الاستاذ هاني شاكر بوقف المهرجانات؟ لا مع، وكل واحد حر يغني وكل واحد يسمع اللي يسمعه. تمام، محدش بيفرق حد على حاجه. طب يعني وجهه بس الاول، طب نتعرف عليك واحد واحد كده. تمام، علي صوتكم بس. كريم انور، فرقه ثانيه. تمام. طيب نفسك واحد واحد، بالنسبه للمهرجانات انت مع ولا ضد القرار وليه؟ يعني انا ضد اللي حد يقبر على حد مثلا رايه، اصل كده كده نوع من الغنى، يعني شئنا وابينا هو كده كده اتفرض عن يعبر عن جزء من المجتمع. طيب بالنسبه للمهرجانات اللي شغاله دلوقتي، انت مش شايف ان ده فيه اسفاف؟ في اسفاف، بس احنا ممكن نقلل الموضوع او نخلي الموضوع كمزيكا حلو معانا بالكلام، ممكن نعمل قانون لده ونخلي مش اي كلام يتقال، نخلي كلام معاند يتقال، وفي على فكره حاجات من الجهات زي فيروس، زي مرضان فيروس كورونا. ايوه بجد والله الموضوع عادي. حمو بيكا، طب هو انتوا شايفين مثلا مغني زي حمو بيكا مثلا ان هو مغني؟ انا شايف، مش مغني، انا شايف هو بيتكلم كلام. انا شايف الموضوع الحجر على حمو بيكا مثلا موضوع طبقية مش اكتر. بس عشان أيوة واحد مثلا من منطقه شعبيه جاب مرسيدس، جاب اوزي، جاب عربيه يعني مش فيها تمام. هو الموضوع كله حيطه عشان بس هاني شاكر في سنهم ما كانش واصل ان هو واصل. هاني شاكر مش عنده الشريحه اللي لا بس بس انا عايز اسالك سؤال. احنا الشعب كله دكتور مهندس، مفيش حد، اي حد، الناس كلها بتتمسك يعني. وبعدين المسيكة دي موجوده في الجو لطيف، الجو لطيف. طب انا عايز اسالكم سؤال، انتوا لسه بتسمعوا ام كلثوم، عبد الحليم حافظ؟ بنسمع اندر جراوند، بنسمع من كل اجنبي واندر جراوند. اي حد، اي حد بيستمع بلاي ليست عنده خد بالك، كذا اجنده ده قديم شعبي. طب بالنسبه للافراح، انا سمعت ان لازم الافراح تشتغل فيها مهرجانات علشان الفرح يعني يبقى فرح خالص على مرسوم ولا. تمام. طب لو بالنسبه انتوا بتسمعوها ليه في الافراح، عشان الريتم السريع ولا علشان الريتم السريع؟ طبعا. طب ما في اغاني اجنبي برضو كلماتها حلوه ورتمها سريع. طب ليه اجنبي وفي عربي؟ شغل اجنبي عشان العربي بيبقى الكلمات فيه اسفاف. لا مش كل الكلمات اسفاف، عشان ما تزعيش مني، ما حدش يسمع اغنيه اجنبي. مش دي ثقافتنا دي اول حاجه. مش دي عامل مثلا زي ما عطيه قال، اي حد مهما كان مركزه ومهما كان سنه هيفهم الكلام، بس كان بيعبر عن فئه. كمان الاجانب الناس لما بتيجي تنزل هنا مصر بتحب تسمع اغنيه. زي ما شفتوا كده في التقرير السابق، انا نزلت بنفسي صورته في كليه زراعه جامعه الزقازيق لطلبه، بعض الطلبه طبعا من الفرقه الثانيه. ليه الفرقه الثانيه؟ لسه داخلين الكليه، لسه شباب صغير. عايزه افهم بس عقلياتهم راحه فين، عايزه استشف حاجه مهمه جدا. هل موضوع سماع المهرجانات ده بقى الذوق العام؟ خلاص بقى كل البيوت زي المرض اللي بيمسك في الجسم كده ما بيسيبوش؟ لا، هو في بعض الشباب موافقين على المهرجانات وبيحبوها وبيسمعوها، ويعني بقت عدوى، بقت مرض يسمعها في كل حته. وفي شباب تاني قالوا لي بنفس اللفظ، احنا بنسمع ام كلثوم وبنسمع عبد الحليم حافظ، ولكن اللي بيعجبنا في المهرجانات رتمها السريع. طيب عجبك الكلمات والاسفاف الموجود في الاغاني اللي بتحصل في المهرجانات؟ قالوا لي لا، ماشي، احنا مع وقف الكلام اللي فيه اسفاف، مع وقف الكلام الغير مباح، مع وقف الكلام اللي يسبب لي انا خدش للحياء وانا قاعده جنبي والدتي مثلا سي في العربيه بشغل اغاني مهرجانات، ببقى مكسوفه جدا من الكلمات اللي في الاغنيه، مش عارفه اقول لها ايه. يعني حتى هي نفسها بتقول لي انت مشغله ايه؟ ايه اللي انت مشغله ده؟ بجرب اسمع واشوف انتوا بتسمعوا ايه. ولكن الشباب
اللي طمني انه لسه فيهم حته كويسه، حته تعرف تفرق بين ان كان ده مغني او ان كان ده مؤدي. بعض ويمكن الفئه مش بعض لا بالعكس، هي الاغلبيه العظمى من مغنيين المهرجانات واخدينها سبوبه، دي ما حدش يقدر ينكر الحقيقه دي. يعني انا عارفه حاجه مهمه جدا، موضوع المهرجانات واغاني المهرجانات، وطبعا قرار الفنان هاني شاكر بوقفه، القرار ده كان المفروض يطلع من زمان. الموضوع ده ترتب عليه يعني سلبيات كتيره جدا، يعني انا مش عارفه اقول ايه. زي لسه كنت بقول قبل الفاصل، البنت الصغيره اللي 6 7 سنين واقفه ماسكه بترقص على اغاني مهرجانات بتقسم في الشارع، ووالدها ووالدتها فرحانين بيه. انتوا فرحانين بايه؟ المنظر ده يخليك تخجل. انت ما كنت، انت كده انت ربيت ايه؟ هتطلعها ايه؟ دي هتطلع ام صالحه تربي اجيال، الجيل ده اللي طالع ياخد البلد هتودوا البلد فين؟ الموضوع على فكره مش موضوع بسيط، ولا هو موضوع اغنيه في كلمتين وبنسمع ويا ستي كبري ايه يعني اغنيه وناس بتسترزق، يسترزقوا ايه؟ يبوظوا عقول الشباب، يبوظوا الذوق العام، يبوظوا الاخلاق. الله، فين التدين وفين الدين في الموضوع؟ اللي ان انا اربي ولادي على التقوى مفيش مشكله، برضو يبقى القلب له ساعات انه يستمع لاغنيه او انشوده او موسيقى هاديه فيها تصالح للروح وما الى ذلك. حلو، انا ما قلتش لا، انا مش جاي احرم ولا احلل، انا جاي اتكلم عن حاجات بشوفها في الشارع انا مش مصدقه ان الظواهر دي بقت موجوده. سماع اغاني المهرجانات وبعض مغني المهرجانات ما بيغنوش لما بيبقى بيشرب، لما بيبقى بيتعاطى. انتوا هو ده بقى المثال، هو ده بقى الرمز. لما ابني وابنك يبقى قاعد قدام شاشه التلفزيون او قاعد على الايباد بتاعه او مش عارف بيتفرج عليه في التلفزيون كله شغال مهرجانات، لما نروح فرح ماشي تمام الفرح هيقول لك انا عايز الريتم السريع، ما في اغاني اجنبي عايز فيها ريتم سريع، بلاش اغاني اجنبي، في اغاني شعبيه حلوه. حكيم، حكيم ده على فكره يعني الفنان حكيم طبعا انا بجد اكتر فنان بيبعث البهجه والسرور بجد والله، كلماته اولا راقيه، الحانه حلوه، انت اصلا لما بتسمعه بتبدا تحس بالسعاده تلقائيا. انا قصدي اقول ايه، ان انا بضرب على سبيل المثال سي اهو في فن شعبي حلو، وطبعا غير الفنان حكيم في طبعا فنانين مغنيين شعبيين كلماتهم نظيفه زي ما بنقول على المسامع. طيب احنا بس هنشوف معانا راي الاستاذ احمد. الو، اتقطع الاتصال. طب عاود الاتصال بينا يا استاذ احمد، نشوف رايك طبعا في موضوع المهرجانات مع ام ضد. سؤالي النهارده ليكو مع ام ضد قرار الفنان هاني شاكر بوقف المهرجانات. معانا الاستاذ هاني حسام. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا ازيك يا استاذ، ازيك يا فندم، اخبارك ايه؟ والله الله يبارك لك والله بجد. مع ام ضد قرار الفنان هاني شاكر بوقف المهرجانات؟ انا مع والله، تعبنا والله وبوظوا عيالنا وبوظوا كل حاجه بجد والله العظيم. انت معاه؟ بعد اذنك بس توطي صوت التلفزيون تسمعني بس من السماعه. ماشي حاضر. ايوه يا فندم، اتفضل كمل يا فندم. معاه ولا ضد قرار الفنان هاني شاكر؟ انا مع الاستاذ هاني شاكر بصراحه. تمام، يعني انت كمان مستاء من سماع كلمات غلط في اغاني؟ والله والله بجد عيالنا تعبوا. بهدلوا الشباب والبنات وبيرقصوا بطريقه وحشه وحاجه استغفر الله العظيم يا رب بجد، يعني الله يسامحهم. حمو بيكا ده وهاني ومحمد رمضان والناس اللي هم بوظوا جيل بحال بصراحه. طب انا عايز اقول لحضرتك حاجه مهمه جدا اسالك عليها برضو. احنا اللي خلينا فنان هو طالع فنان ممثل خليناه يغني اغاني مهرجانات، احنا اللي بنخلي الشخص ده يكمل في اتجاهه يا اما بيتجه لاتجاه تاني. حضرتك مع الفكره دي ولا لا؟ بص حضرتك، احنا عايزين الممثل ممثل والمغني مغني، مش عايزين بقى المهرجانات واللي بتشوفه في الشوارع اليومين دول بصراحه. احنا على كام عزاني شكل مش عايز حاجه تاني. تمام، اللي عمله في بينظف الجيل من جديد يعني بصراحه. تمام، طبعا انا بشكرك جدا، ودي حاجه يعني حاجه تفرحني ان الحمد لله الشعب عنده وعي وانه فعلا محتاج بس زي ما نقول كده حد ياخد بيده. معايا مداخله تانية برضو نشوف رايه في موضوع وقف المهرجانات، الاستاذ هشام.
الو، صباح الخير يا فندم. صباح الفل، ازيك؟ انا قلبا وقالبا اولا مع الاستاذ هاني شاكر في موضوع الغاء المهرجانات ده، لان ده افسد الذوق العام كله، ما فيش كلمه نظيفه نسمعها ولا رتم موسيقي نظيف نسمعه، ولابد ان احنا الكل نقف معاه من هيئات حكوميه والناس اللي بتسمع كلمه نظيفه وموسيقى نظيفه، لان ده في تحس ان المهرجان في قرود بتتنطط. انت داخل حامي، واضح ان انت لسه بقول لك ازيك دخلت على طول على اجابه السؤال. صباح الفل. صباح الفل طبعا، بس انا بتكلم في نقطه مهمه جدا. طب انت مع ولا ضد تشغيل اغاني المهرجانات في الافراح؟ انا ضد المهرجانات الافراح. كنا دايما بنسمع في الافراح زي ما حضرتك قلت الفنان حكيم، الفنان سعد الصغير، الفنان عبد البصر حموده، في رتم عالي بموسيقى نظيفه بكلمه نظيفه تتناسب مع الفرح وتتناسب مع الذوق، مش بنسمع قاعد مهيس قاعد محشش قاعد مش عارف بيعمل ايه يعني كلام. بتبقى عندك خجل وانت والدتك قاعده او اولادك، ما ينفعش نسمعه ابدا. تمام. طبعا انا بشكرك طبعا على مداخلتك. زي ما انتم شايفين ادي عينه مثال بسيط، الناس فعلا مع قرار الفنان هاني شاكر بوقف. انا بعتبرها بجد والله العظيم بعتبرها دي زي الفيروس، فيروس اصاب الشعب فتره من الزمن، بس ان الاوان بقى ان احنا نتصدى نعمل اجسام مضاده للفيروس ده. كفايه ان احنا الذوق العام انحضر بالشكل ده، كفايه ان في اجيال طالعه اهاليهم بقوا مش يعني ما عندهمش استيعاب، مش مستوعب ان انت كده بتضر ولادك، انت كده الدنيا ضاعت في تربيتك للجيل اللي طالع ده. انا شخصيا مع قرار الفنان هاني شاكر، ولكن هرجع لنقطه مهمه جدا قالها طبعا الطالب اللي كان موجود في التقرير من شويه، قال ممكن طبعا يتم تقنين اغاني المهرجانات ان احنا نختار الكلمات اللي تتغنى. معايا مداخله تليفونيه اخرى من استاذ تامر. ألو. استاذ تامر معايا على الخط؟ ايوه يا فندم. اتفضل يا فندم، مع ام ضد قرار الفنان هاني شاكر بوقف المهرجانات؟ مغنين. ايوه يا فندم، انا معايا يا فندم. ايوه ضد. تمام. طب انت ليه بتأيد وقف المهرجانات؟ يا فندم ده احنا يا فندم عيالنا باظت من الاغاني والكلام الفاضي اللي بنشوفه اليومين دول. تمام، يعني انت ابنك لما بتلاقيه كده ماسك الموبايل وبيسمع اغاني مهرجانات بتقول له لا ما تسمعهاش؟ استاذ هاني. ايوه يا فندم. ايوه لازم يكون في رقابه في الناس اللي بتطلع تغني ديت يا فندم. تمام، يعني حضرتك مع قرار الفنان هاني شاكر بوقف اغاني المهرجانات. طبعا انا بشكرك على مداخلتك، وكل مره بكرر فيها في البرنامج لازم لما نشوف السلبيه نقول انها سلبيه. بلاش موضوع الكنبه، ان احنا قاعدين على الكنبه بنستنى القدر هيتغير يتغير، مش هيغيروه. لا، لازم يبقى في عندنا احساس بالمسؤوليه شويه. احساس بالمسؤوليه حتى في اغاني المهرجانات، ما هو ده يعني دي بتبوظ جيل طالع، بتبوظ ناس، بتبوظ مسامع، بتبوظ الذوق العام. انا عايزه اقول لكم ان بعض البلدان العربيه بقت تسمع مهرجانات اللي يقول لك دي لا اصل المهرجانات دي بتتغنى في مصر. فبقت السمه الرئيسيه لمصر اغاني مهرجانات. معايا الاستاذ وليد برضو يشاركني النهارده في المناقشه. الو استاذ وليد معايا. ايوه مع حضرتك يا فندم. اتفضل يا فندم، مع ام ضد قرار الفنان هاني شاكر؟ لا، مع القرار طبعا. تمام، انت كمان شايف ان المهرجانات او الاغاني الكلام فيه اسفاف. المهرجانات دي حضرتك اساسا ما بتعملش اي طعم للفرح، ما بل بتبوظ الفرح اساسا. تمام. ليه بقى؟ يعني كان عندنا زمان، حضرتك لو تفتكري زمان كان في حاجه اسمها الزفه البلدي والخيل البلدي وحاجات راقيه كده وحاجات بالزبط. من الطبيعه، يعني تحس انها حاجه من الطبيعه. صح. دلوقتي بقى في المهرجانات وخط ورزع وبيحصل خناقات وكلام يعني كلام المفروض الاجيال الصغيره ما تسمعش الكلام ده ولا تعرفه من اساسه. كلام كله غير متحضر بالمره. تمام. طيب بقول لحضرتك برضو في نقطة مهمة جدا أثرها بعض الشباب، بيقول خلي المهرجانات تشتغل ولكن يتم تقنين الكلمات، يعني يبقى في رقابة على الكلمات. لا 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 لا.
ابدا ابدا ما فيهاش اي نوع من انواع الرقي ابدا. المهرجانات ما فيش اي نوع من انواع الرقي في المهرجان، من لا كلام ولا لحن ولا فنان بيغني ولا اي حاجه. ما فيهاش اي نوع من انواع الرقي بالمره. طب يعني حضرتك شايف شايف الناس اللي بتغني المهرجانات دي مغنيين ولا مؤديين؟ يا فندم حضرتك، الناس اللي بتعمل المهرجانات دي ناس كلها غير مؤهله انها تبقى فنانين اساسا. دي مش دي ناس مش فنانين، دول ناس كده واحد كده صوته حلو، كان بتاع واحد كان شغال كهربائي، واحد كان شغال ميكانيكي صوته كويس شويه، واحد جه كتب له كلمتين فارغين يطلع يقولهم وخبط ورزه وما نعرفش ننام وتحصل خناقات وتحصل بلاوي زرقاء. الشباب اساسا دلوقتي بقى بيمشي في الشارع، يعني الموبايلات دي بقى المهرجان شغال كده، تركبي حضرتك المواصله السرفيز الباص تبص تلاقي المهرجان شغال، لو سمحت وطي الصوت على قدك، يقول لك يا عم هو انت اشتريتنا. يعني المهرجانات دي بوظت حاجات كتير، بوظت يعني المسامع وبوظت الاخلاق، وحتى الاطفال الصغيره بقت بتسمعها اكتر ما بتتفرج على الكرتون بتاع الاطفال، الكرتون بتاع سنه ما عادش بيتفرج عليه بيسمع مهرجانات. يعني تمام، الصغير ده ما ينفعش يقول الكلام ده. تمام يا فندم، بشكر حضرتك على المشاركه، اهو قدامكم العينه باينه زي ما بيقولوا، الشعب قدامكم بيتكلم بلسانه بيقول احنا مع القرار، الموضوع مش سبوبه. هل انتوا قدام عينكم اللي بيغنوا المهرجانات مغني ام مؤدي؟ مؤدي يعني داخل ياخد سبوبه وماشي. طيب معايا برضو مداخله اخرى، الاستاذ محسن. يا فندم صباح الخير. يا فندم صباح الخير، ازيك يا فندم؟ أخبار حضرتك يا فندم؟ تمام. حضرتك مع ام ضد قرار الفنان هاني شاكر بوقف المهرجانات؟ طبعا يا فندم كلنا متضامنين معاه، لان احنا بقينا للاسف المهرجانات دي بقت وباء اخطر من فيروس كورونا على الشعب المصري كله. صحيح والله، غبيه للاسف، يعني انا اسف اللفظ، وبقت يعني بتشجع الفساد وبتشجع الاجرام وبتشجع على انا اسف يعني كل حاجه. الشعب المصري يعني حاجات دخلت علينا كده وباء اخطر من 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 فيروس كورونا ذات نفسه اللي احنا اللي العالم كله خايف منه الان. ناس مش متعلمه والفاظ خارجه في قلب المهرجان ورقص خارج وحاجات يعني عمرنا ما شفناها. انا بخاف على اولادي ان هم يعني بخاف ان هم يتفرجوا على التلفزيون. ببقى زعلان جدا لما بكون في راكب ميكروباص او راكب تاكسي او راكب اي مواصله واسمع، بحس ان انا مش طايق اقعد في العربيه، عايز انزل. تمام. طب لو ابنك لو ابنك سمع اغنيه من اغاني المهرجانات وفيها لفظ خارج وجاي يقول لك يا بابا معناها ايه، بترد تقول له ايه؟ لو ابني سمع حاجه زي كده انا بقول له يعني بحذره ان هو يسمع الاغاني دي. يعني بقول له يا ابني دي حاجات خارجه وناس بتعلم الفساد وبتعلم انا اسف قله الادب وبتعلم الاجرام وبتعلم الاغاني كلها بقت سنج ومطاوي وقله ادب ومد ايد وبنت مش عارف يوصف في البنات والفاظ خارجه. فانا بحذره ان طبعا ما يسمعش حاجه زي كده، لان حاجه زي كده ممكن تدمره وممكن يتعود ودانه تتعود وتتلوث انها تسمع الحاجات دي، فبعد كده مش هيفرق بين الكويس وبين الحلو. طبعا ده هيبقى مضر ليه. فانا ذات نفسي عندي في البيت التلفزيون لما بكون في حاجه زي كده ما بخليهمش يتفرجوا. طيب تمام، طبعا وصل راي حضرتك وبشكرك جدا على مداخلتك، انا سعيده جدا النهارده بكلام الناس. كمان في مداخله اخرى، الاستاذ رمضان. كمان في مداخله اخرى، بعد اذن حضرتك وطي بس التلفزيون واسمعني من السماعه على طول. ماشي يا فندم. اتفضل يا فندم، مع ام ضد قرار الفنان هاني شاكر؟ يا فندم انا القرار فعلا هو قرار في محله تمام، بس احنا دلوقتي عندنا مشكله ومشكله غريبه جدا. يعني ازاي مثلا احنا عايزين نغني اولادنا واحنا معانا اغاني توك توك واديك بتعرف تسمعها والكلام ده كله دي. طب احنا ازاي يا فندم هنربي اولادنا واحنا معانا الحاجات السلبيه دي؟ يعني احنا عايزين نفهم نفسنا حتى عشان نعلم اولادنا صح. احنا ازاي نوافق على الحاجات اللي في السينما اللي بتتذاع لنا دي والحاجات اللي بتنزل على التيك توك؟ وانا مش فاهم احنا ازاي نربي اولادنا بالاسلوب دي ده. تمام. احنا ناس عرب، هي عامه مصر كليتها ناس عندها كرامة، ازاي تربي ابنك وبنتك وهم طالعين على التيك توك يبقوا لسهم ولا مثلا بيبقوا مشغلين مهرجانات بيقصوا عليها واعمل واسوي؟ وطبعا وبعدين دي مشكله دلوقتي، احنا دلوقتي عشان نوقف المهرجانات تماما
صعب حد يوافق، بس ماشي نخد منها شويه لحد ما تنتهي خالص. يعني لازم ان الشعب كله يرفضها، يبقى في رفض جماعي عشان يتم ايقافها خالص. تمام، بشكرك يا فندم. معايا مداخله اخرى، الاستاذ سامح. بعد اذنك يا فندم وطي التلفزيون واسمعني من السماعه. الو، اتفضل يا فندم. الو، ايوه يا استاذ سامح معاك، اتفضل انت على الهوا. يا باشا والله المهرجانات والكلام اللي انت المهرجانات والكلمات اللي انت بتتكلمي فيها، اول حاجه فارغه بتفرج عين البنت مش الشاب. قبل اي حاجه لو عندك بنت وبتفرج على المهرجانات دي بتفرغ عين البنت، دي كلها حاجات هاكس. يعني ردك ايه؟ تمام، بس علي صوتك شويه يا فندم. بقول لك انت ردك ايه على الكلام ده يعني؟ لا انا النهارده جاي اسمعكوا، انتوا مع ولا ضد وقف الفيروس اللي انتشر في اللي يعني زي ما نقول كده استوطن في الشارع المصري؟ لا لا والله والله الفرس احسن من البتاع المهرجانات والكلام الفارغ اللي هم بيعملوه ده. تمام، يعني حضرتك ضد المهرجانات. يعني شكل كلنا والله. تمام تمام، بشكرك يا فندم. طبعا انا مداخلتك معايا النهارده شفت وصلت ليه، يقول لك الفيروس ارحم ارحم من اغاني المهرجانات. معايا استاذ يوسف، ام يوسف. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا ست؟ اهلا وسهلا، صباحك خير يا رب. مع ام ضد قرار الفنان هاني شاكر يا ام يوسف؟ لا طبعا معاه، طبعا معاه طبعا، ده احنا اولادنا بصي خلاص والله استوينا بصراحه. ايه اكتر حاجه بتشوفي فيها ضرر من المهرجانات؟ اولادنا طبعا، اولادنا بيتضرروا جامد جدا. طيب وبالنسبه للافراح اللي يقول لك لا الفرح لازم يبقى فيه اغاني بقى ورقص غنى و لا لا ده بقى ده كلام فاضي خالص، ده احنا في بصراحه في زمن فعلا المهرجانات. قال عليه كده بقى. ما احنا لازم بقى نتكاتف يا يوسف. ابني سنه اولى دلوقتي نقعد نذاكر له، بيقعد يقول لي اغاني مهرجانات انا اول مره اسمعها. بتردي تقولي له ايه يا ام يوسف لما يقول لك لفظ مش يخدش حيائك، يجي يقول لك معناه ايه ده يا ماما، تقولي له ايه؟ ام يوسف، ام يوسف ارجعي كلمينا تاني يا ام يوسف عشان نعرف رايك. استاذ احمد من البحيره. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام، صباحك خير يا فندم. صباح النور يا فندم، لو سمحتي ممكن بس اقول رايي في الموضوع بتاع طبعا الحلقة. طبعا اتفضل. انا شايف ان لو اغاني المهرجانات احنا كلنا شايفينها مشكله، انا شايف ان في حاجات اكتر تعتبر كوارث زي الكليبات اللي بتحصل في القنوات كلها. لو احنا فعلا عايزين نحافظ على الموضوع كله من الاول تمام، يبقى لازم كلنا نجتمع على حاجه واحده وهي محاربه كل حاجه ممكن تخل بالاداب وبالكلام ده كله. احنا بنشوف حضرتك في الافلام وفي القنوات اللي تعتبر القنوات الرئيسيه افلام ومسلسلات بيحصل فيها اباحيه اكتر من الاغاني بكتير. لو احنا بنتهم الولاد بتوع المهرجانات دول ان هم بيبوظوا الذوق العام وان هم بيفسدوا الاخلاق، ممكن حضرتك نرجع للتلفزيون اللي هو ليل نهار موجود فيه حاجات تعتبر اكتر ومشكلتها اكتر جدا، لانها بتنقل فكر سيء جدا. تمام. وبتبوظ العلاقات الزوجيه وبتدي رسائل غير مباشره. تمام. وتعتبر سموم في المجتمع كلها، ان هي بتدمر الاسر وبتشارك وبتحض على الانحراف والرزيله. تمام. اكتر على الاقل. طيب يا فندم لو نعتبر ان مواجهه او ان احنا عايزين نحارب او نوقف الكلمه اللي مش نظيفه زي ما بنقول في اغاني المهرجانات دي، تعتبرها بدايه لمواجهه طبعا الفن الهابط عامه بقى سواء كان غنى او تمثيل؟ طيب عاودوا الاتصال بينا يا جماعه، ما تقفلوش الخط، كملوا الاسئله معايا، انا عايز اعرف رايكم في كل حاجه. معايا استاذ احمد، استاذ سيد من الغربيه. استاذ سيد عاودوا الاتصال بينا تاني ان شاء الله. استاذ احمد رجع يتصل بينا. استاذ علاء ولا استاذ احمد؟ استاذ علاء اتفضل. وطي يا فندم التلفزيون واسمعني من السماعة. حاضر حاضر، بقول ايه؟ انت بتتكلم على المهرجانات، بتتكلم على الافلام،
الافلام اللي هي فيها البلطجه فيها الافلام اللي هي فيها لمؤاخذه تروح تخش الفنان يخش الكباريه وبتاع والجمامه وبتاع قدام الاطفال وقدام التمثيليات تمام طبعا وجهه نظر حضرتك تمام وجهه نظر حضرتك وصلت برضو طبعا اكيد احنا لازم يعني احنا واخدين الموضوع واحده واحده لما يتم العلاج من اي مرض مستعصي بناخده زي ما نقول كده ستيب باي ستيب احنا دلوقتي في موضوع او في موجه ان احنا عايزين نوقف المهرجانات هنخلص الموضوع ده ننظف مسامع الناس نهدى شويه نربي ولادنا صح نرجع تاني احلى مكالمه واحلى مداخله من الاستاذ اللي لفت انتباهنا للاغاني الشعبي بتاعه زمان الاغاني السيده فاطمه عيد الاغاني الجميله الزفه الشعبي اللي كانت بتبقى بكل الاهالي في البيوت بتتجمع ويبداوا يفرحوا مع بعض هي دي الفرحه لما تسمع كلمات اغنيه زي ما نقول كده حلوه نظيفه بتصير البهجه ما تصيرش زي ما نقول كده تبقى قاعد مكسوف في وسط ولادك وانت بتسمع هنكمل طبعا مناقشتكم انا سعيده جدا بارائكم استاذ جمعه معايا استاذ جمعه ايوه اتفضل يا فندم راي حضرتك مع ولا ضد قرار الفنان هاني شاكر القرار بتاع الفنان هاني شاكر قرار سائد جدا تمام ليه يا فندم انت شايف ان المهرجانات فعلا فيروس انتشر في البلد كل المهرجانات حضرتك الاسلوب بتاعها مش مطابق مع العصر اللي احنا ماشيين فيه احنا ناس متحضره تبص تلاقي توك توك تلاقي مشروع تلاقي اي عربيه الالفاظ اللي فيها غريبه جدا الفاظ مش حلوه انا شفت بنت بتقلد مع الفنان محمد رمضان لاقي حاجات كده على الشاشات صعب فما ينفعش الاسلوب اللي هو ماشي بيه السيستم اللي ماشي بيه المهرجانات كلها لازم يبقى في رقابه تمام من الاجهزه اللي مسؤول عنها فده تمام. وجهه نظر انا تمام يعني حضرتك مع وقف المهرجانات تماما في مهرجانات تشتغل صحيح بس بالاسلوب المعين بتاعها المنسوب المطبق بتاعها بالقوانين بتاعتها فين الرقابه حضرتك دلوقتي تمام يا فندم تمام انا طبعا وجهه نظر حضرتك وصلت بشكرك طبعا معايا مداخله اخرى من الاستاذ احمد من البحيره استاذ احمد رجعت معانا يا فندم اتفضل انت على الهوا السلام عليكم وعليكم السلام اتفضل مع أيوة ام ضد قرار الفنان هاني شاكر بس اضيف حاجه اتفضل لو استاذ هاني طبعا انا معاه طبعا ان هو بيحارب الموجه ديت بس انا برضو حابب اقول له لو حضرتك خايف على الصالح العام كله يبقى لازم حضرتك يكون في رقابه عامه على جميع الاغاني مش اغاني الولاد دول وانا شايف ان الموضوع كمان داخل فيه نوع من انواع الحقد والغل من الولاد تمام. دول لان الولاد دول انتشروا بشكل سريع جدا وعملوا فلوس كتير وبرضه واخدينها سبوبه تمام طبعا راي حضرتك وصلني واهم حاجه طبعا انا متاسفه جدا لكل الناس اللي بتتصل معايا ضغط تليفونات شديد ولكن الحلقه قربت على الانتهاء انا سعيده النهارده بالنتيجه اللي انا وصلت لها بالمداخلات اللي انا سمعتها منكم النهارده ارائكم دي بجد بينت لي زي ما يقولوا كده اسلجت صدري ان شاء الله بكره هيبقى احلى واجمل بس نتكاتف مع بعض. الفقره الاخيره اللي انا عايزه انهي بيها النهارده البرنامج سرطان السوشيال ميديا. السوشيال ميديا مش بس يعني بتخرب بيوت بتدمر علاقات لا بجد احنا اللي بنخلي وسيله التكنولوجيا الحديثه دي يا اما ضد او مع حياتنا يا اما نستخدمها استخدام صح سليم تربطنا بالعالم البعيد او تقربني من اهلي اللي عايشين بره من اصحابي لا احنا بنستخدمها استخدام تاني خالص اغلب الطلاقات اللي حاصله في مصر او يعني العلاقات اللي بتبوظ او البيوت اللي بتتخرب بسبب الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي تويتر وما الى ذلك ليه كل واحده داخله تبص على اللي كاتبه بوست صاحبتها انا اسعد واحده في الدنيا ونفس القصه واحد تاني يخش على زميله يشوف ان هو بيتكلم ان زوجته بتعمل وبتعمل وبتعمل كل واحد بقى قاعد مترقب يشوف ايه على الفيسبوك ويبدا يطبقه في بيته اكتر حاجه وجعتني امبارح على صفحتي حد بعت لي رساله بيقول لي يا دكتور انا طلقت مراتي بعد 25 يوم من الزواج 25 يوم طلقها بسبب الفيسبوك انها داخله انها بتكلم اصدقاء ليها على الفيسبوك ما تعرفهمش طيب في موقف زي ده
هل هو المذنب ولا هي؟ طيب انا عايز اقول لكم حاجة مهمة جدا، هو مذنب وهي كمان مذنبة. هو مذنب في نقطة محددة، انك من الاول تحطوا يا جماعة قواعد ثابتة تمشوا عليها في بداية اي علاقة، سواء زواج طبعا او في بداية الخطوبة. لما اتكلم واقول علاقة، علاقة طهرة بين اتنين بيرتبطوا ببعض، بين اتنين بيجمعهم الحب في الله. ممكن يبقى في حب في الاول بين اتنين، انا مش بقول انكم يعني قضوها حب وحبوا في بعض وبحيث ان ما اسمعش بعد كده يقولوا لا ده انت بتقولي الناس لا عادي حبوا. اه يعني يحبوا ازاي؟ يحبوا في الله. انسان عنده رغبة في بني ادم حبها في الله، خلاص حط قدام نصب عينه انه هيرتبط بيها. طبعا مش معنى ذلك انك تبدا تخرج معاها وتروح وتيجي، لا، بس خلاص انت حددت انت عايز منها ايه. حطوا بقى قاعده اساسيه بينكم تمشوا عليها فتره الخطوبه، في الزواج عرفها اللي انت مش عايزه واللي انت عايزه. هي مذنبه في نقطه مهمه جدا، السوشيال ميديا ما تاخديش منها اضرارها وتسيبي منافعها. اهم حاجه نحط زي ما نقول كده حدود للتعامل مع الاشخاص الغرباء او للتعامل مع الناس عامه على فكره، مش بس في السوشيال ميديا. يا ريت نخلي بالنا ونفرق ان ممكن الشخص ده يبقى اجنبي عني. اجنبي عني مش بقول ان انا يبقى في بقى عقم في التفكير او تراجع في التفكير، لا، بس في حدود في التعامل مع الاشخاص الغرب. زي ما بنقول احنا تربينا على كده وطلعنا ونشأنا على كده، نشأنا على ان طاعه الزوج اكيد من طاعه الرب. لو امرت الزوجه انها تسجد بعد الله تسجد لزوجها، مش معنى ذلك انك تطيعيه طاعة عمياء، ولكن لما يأمرك بشيء هو بالفعل في صالح العلاقة دي، علاقة الزواج انها تستمر، يا ريت تسمعوا لبعض. السوشيال ميديا كارثة، كارثة نتيجة لاستخدامها السيء. انا مش مع ان احنا نوقف استخدام الفيسبوك او السوشيال ميديا، بالعكس هي وسيلة كويسة جدا لعرض المواهب. في ناس بقالها سنين محدش يعرف عنها حاجة، وعرفناهم من خلال هو بينزل فيديوهات وبينزل موهبته، سواء كان الغنى او الشعر او التمثيل. دي طريقه كويسه ان احنا نعرف بيها مواهب الاخرين، نكتشف بيها حاجات حلوه، نشوف بيها مواقف ايجابيه، نستخدمها كمان في السياحه. ان انا بصور اماكن سياحيه في بلدي حلوه، اعرف الناس، ارغب الناس انها تيجي بلدي وتشوف الاماكن وتشوف التراث وتشوف الجمال اللي ربنا سبحانه وتعالى ميز بيه كل بلد عن الاخرى. استخدموا التواصل الاجتماعي او مواقع التواصل الاجتماعي صح، ما تبوظوش العلاقات على اتفه الاسباب. كده النهارده خلصت حلقتنا لليوم، ويا رب تعيشوا في هنا وسعاده، والقاكم في الحلقه المقبله ان شاء الله. سلام عليكم.